لا يكاد يمر يوم إلا وترصد الكاميرات تصرفا غريبا للرئيس الأمريكي جو بايدن، فزلات اللسان أصبحت متكررة والحركات الغريبة صارت معتادة، والخروج عن النص والإدلاء بتصريحات توصف بالكارثية أصبحت ملازمة لظهور بايدن خصوصا في الآونة الأخيرة. قديما كان يحب السياسي الأمريكي جو بايدن التأكيد على أنه بصحة جيدة، لدرجة أنه ركض مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عبر أرجاء البيت الأبيض في فيديو ترويجي نشر عام 2014 يحث الأمريكيين على ممارسة الرياضة، لكن الرئيس الذي يقف على مشارف الثمانين من عمره أصبح غير قادر فيما يبدو على صعود حتى سلم الطائرة دون أن يتعثر. بايدن هو أكبر الرؤساء سنا في تاريخ الولايات المتحدة، وطوال حملته الانتخابية كان يواجه تحد أن يثبت للأمريكيين أن العمر ليس سوى رقم وأنه قادر على القيام بمهام الوظيفة. لذلك بدت حملته حريصة على إظهار أنه مفعم بالحيوية والنشاط أمام الأمريكيين. وطوال السباق الرئاسي لم يترك غريمه الرئيس السابق دونالد ترامب فرصة إلا وسلط الضوء على زلات بايدن والقول إن المرشح الديمقراطي يفتقر إلى الذكاء العقلي لقيادة الولايات المتحدة. لكن مع توليه مهام منصبه بدأت الزلات والعثرات في الظهور أمام وسائل الإعلام، خصوصا أن بعضها كان يجري على الهواء مباشرة، بما لا يدع فرصة للتجميل أو القص والحذف ومعالجة الخطأ. أشهر تلك المشاهد كان تعثر بايدن عدة مرات أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، لكن إن كانت اليقظة الذهنية أكثر أهمية من اللياقة البدنية، فإن شواهد كثيرة أكدت أن بايدن ليس في كامل يقظته العقلية، فقد ضبطته وسائل الإعلام نائما في لقاءات ومناسبات رسمية، مثل نومه أثناء حضوره قمة المناخ باسكتلندا في نوفمبر عام 2021، وأيضا حين غلبه النعاس أثناء استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت في البيت الأبيض. ظهر بايدن أيضا وكأنه غير قادر على السيطرة على انفعالاته، فقد سب صحفيا من شبكة فوكس نيوز بعدما ظن أن الميكروفون الخاص به مغلقا. لكن إن كانت تلك الواقعة تؤكد على فقدانه السيطرة على انفعالاته، فإن وقائع أخرى أكدت عدم حضوره الذهني. فبينما كان الرئيس الأمريكي يتحدث في احتفالية خاصة بالمرأة بحضور زوجته، جيل بايدن أراد أن يخبر الصحفيين أن زوج نائبته كامالا هاريس مصاب بفيروس كورونا، لكنه بدلا من ذلك قال إن زوج السيدة الأولى أصيب بفيروس كورونا، الأمر الذي تسبب بنوبة من الضحك في المكان كون الزوج هو بايدن نفسه. وحين أدرك بايدن خطأه قام بتصحيحه. The first lady's husband contracting COVID. That's right. وفي كلمة له عن الأزمة الأوكرانية استبدل بايدن الشعب الأوكراني بالشعب الإيراني. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. بل وصل الأمر إلى حد إهانة شعب بأكمله بتصريح شهير له ربط فيه بين الشعب الأيرلندي والغباء. I may be Irish, but I'm not stupid. هذه الزلات كان بمثابة فرص ذهبية لخصوم بايدن الذين شككوا في حالته الصحية ويقظته الذهنية. And we have a president who has no idea what's going on. He has no idea what he's doing and he's got no idea what he's saying or where he is. لكن هذه الزلات المتكررة أثارت شكوكا كثيرة لدى الأمريكيين كون الرجل يدير البلاد، خصوصا أنه سبق وخضع لفحص طبي وسلم سلطاته لنائبته كامالا هاريس بشكل مؤقت. ينص الدستور الأمريكي على أنه في حالة عجز الرئيس عن أداء مهام منصبه فإن نائبه يتولى سلطاته، لكن مادة أخرى في الدستور تشير إلى أن الرئيس نفسه هو من يقرر عجزه ويبلغ مجلسي النواب والشيوخ بذلك ليأخذ نائب الرئيس صلاحيته.
لم يحطم بايدن الرقم القياسي كأكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا فقط، بل حطم هذا الرقم في زلاته التي لا تنتهي، وكان آخرها حين انتهى من خطابه والتفت ليصافح الهواء في مشهد يؤكد أن ما يجري ليس طبيعياً.